افتتح محافظ بورسعيد عادل الغضبان ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد سعدة افتتح معرض أهلا رمضان ببازار بورسعيد الجديد، ويتوفر بالمعرض جميع السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية. وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الرقابة المستمرة على المعرض، مؤكدا أنه سيتابع المعرض بصفة يومية، في حين أكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها. الحاجة الملفتة للنظر أن مفيش حد يتكلم على الأسعار ولا اتكلم على التخفيضات قد ايه ولا زياده قد ايه، وكل اللي موجود هنا هو اتاهل في محافظه بورسعيد سعداء، وشايفين روح المعنويه عاليه ازاي، كل جاي عارف ان الدوله عملت ايه، شايفين الجديد في المعرض اللي هي المواطن في بورسعيد. النهارده مفيش مواطن اتكلم على سعر، النهارده كل المواطنين روح المعنويه عاليه جدا، النهارده كله بيشتري، الاقبال شديد جدا جدا. احنا كنا مفروض نفتح الساعه 8 النهارده، الناس اقبال من الساعه 6 مساء، كل المنتجات عندنا موجوده، كل المنتجات التموينيه موجوده، رز، سكر، دقيق، مكرونه، سمنه، زيت، كل المنتجات اللي بيحتاجها البيت المصري موجوده وموجوده بكثره، لحوم فريش طازه، لحوم مجمده، فراخ فريش طازه ومجمده، كل الاصناف موجوده. فاحنا مبسوطين جدا ان في اجواء جميله بدات مع بدايه شهر رجب على بورسعيد كلها باذن الله، ويكون خير على بورسعيد كلها باذن الله.